صرح وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أنه في ضوء الظروف الصعبة الراهنة التي يواجهها الأشقاء في جمهورية العراق والمتمثلة في جانب منها بنقص حاد بالكهرباء، فقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتقديم المساعدة العاجلة للعراق الشقيق، حيث قامت وزارة الكهرباء والماء بالتبرع بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية بلغت 30,000 كيلو واط، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة.